جيهان رسول سعود التميمي، فنانة تشكيلية خريجة جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة سنة 1990. تخرجت من قسم التصميم وبالتحديد فرع تصميم ديكور انتيرير ديزاين. عملت كمدرسة فنون أكثر من 32 سنة في آخر العشر سنوات الأخيرة في معهد الفنون الجميلة للبنين تكريت. بما أنه أنا درست تصميم ديكور، لكن المرحلة الأولى في الكلية كان تصميم عام، تصميم صناعي، تصميم أقمشة، تصميم ديكور، تصميم طباعي. فدرسنا يعني ألمينا بكل أنواع التصميم، بالأخير اختصينا تصميم ديكور. وأنا دائما أقول لهم اللي يختص بتصميم ديكور يكون ملم بجميع الفروع التصميم. هذه الحقيقة هي مو فقط موهبة، يعني هي بدأت عندي من الصغر. أعرف إحنا يعني البنات هم صغار من يلعبون، يلزمون اللعبة مالتهم، يقصوا لها قماش، يخيطوا لها فساتين. لكن أنا حتى بالرسم من كنت أجي أرسم، يعني أرسم اللعبة، أرسم حتى تفاصيل النقوش والزخارف اللي داخل الفستان نفسه. تنمت هذه الموهبة وتطورت، وبعدين صارت عندي فكرة أنه أنا بما أنه بدل ما كنت أرسم اللوحات، ولا أزال أرسم لوحات على الكانفاس بالزيتي وبالأكريليك، فجتي فكرة ببالي بما أنه أنا يعني أحب أن يكون عملي أغلب بيوت تكون موجودة يعني مقتنات، فأحب أترك بصمة. فبما فكرت أنه يعني ليش ما تكون على شكل عباءة، على شكل رداء، ممكن السيدة والآنسة تقتني وتكون لي بصمة مميزة، يعني كلوحة متنقلة تكون التصميم العباءة أو التصميم الفستان كلوحة متنقلة، ممكن عليها توقيع، عليها اسمي، يعني عمل فني مميز ومختلف نوعا ما. ورسم اللوحات موجود لا يزال، خصوصا يعني أنا كدريسية مع الفنون الجميلة، فدائما يعني دائما أرسم ومضطرة إنه أرسم على اللوحات، لكن كعمل وفكرة حتى تكون يعني التسويق لها مضبوط يكون على العباءات والفساتين كذلك. والله العملية مو سهلة أبدا، بس تحتاج تقسيم وقت وتحتاج تعاون، يعني من اللي وياك بالبيت، من اللي وياك بالعمل، والحمد لله هذا التعاون موجود، والتقسيم وتنظيم الوقت هم موجود الحمد لله. أحاول بقدر الإمكان أنه أوازن بين عملي الوظيفي وعملي الخاص. لا شك أستاذ موجودة الصعوبات في كل عمل، لكن الحمد لله يعني أحاول أتجاوزها بتنظيم الوقت وبتعاون اللي ويانا بالعمل، بتعاون اللي موجودين ويانا بالبيت. أحاول أقسم وقتي أطلع بنتيجة مرضية، ومرات الخامة اللي نحتاجها يعني كتصميم تكون صعب الحصول عليها، وكذلك الألوان، نوع الألوان مرات نجيبها استيراد يعني خاص من غير دولة، يعني ما موجودة هنا، لأن مرات هنا تجي الألوان نوصل عليها توصلنا فبيها تلفيات. هاي الصعوبات الموجودة، توفير المواد الأولية للعمل، الدراسة كلش مهمة، تنسيق اللون، يعني مرات تطلب الزبونة تقول أني أريد العباية لونها أسود وعليها كذا لون ألوان تختارها، فأكو عندنا نظريات إحنا درسناها، نظريات اللون، يعني مو كل ألوان تريدها الزبونة المفروض نخليه، يعني ممكن إحنا نمشي ويا ذوقها، لكن أحاول أقنعها بالشيء اللي يطلع أكثر جمالية. هسه السوق الموجودة حاليا كثير مصممين العبايات وكثير مصممين حتى الرسمات اللي موجودة، والأغلبية يستخدمون الأيقونات التراثية الشعبية اللي مثل سبع عيون والكف والشناشيل وغيرها، لكن نشوف كل مصممة لها بصمتها المختلفة المتميزة عن الباقي. لازم المصمم يخلي شيء من روحه، من ذوقه، شيء يميزه. يعني احنا اشوف اني هاي العبايه مثل لبستها سيده راس، انا اعرف انه هذا تصميم فلان او تصميم فلان من فلانه من الفنانات، لهم بصمتهم مميزه.
قسم من اللي يحاولون يحبطون هممك واللي يحاولون انه يقللون من قيمه الشيء اللي انت تشتغله، فيبدون يصطادون بالمال العكر، يعني ينسون انه انا فلان تشكيلي، ينسون انه انا لي تاريخ، فيسمون يعني مثلا يحاولون يقللون من شان اللي تشتغل بهذا خياطه، واذا الخياطه شبيه انا حاليا معتمده على 4 خياطات، أنا مو ما أعرف أخيط، لا هو المصمم لازم يعرف القواعد الأساسية للخياطة، يعني مو أنا أجي أصمم عباءة من تجي الخياطة تقول ما ممكن يعني سجي هاني هاي ما تتنفذ، لازم أنا أكون ملمة بالخياطة وبعدها أبدي أنطي الرسمة والقالب الخياطة تكملها حسب التصميم اللي أقولها عليها وبعدين أجيب. بس الصعوبات والعراقيل اللي تواجهنا، أكو قسم يصطادون مال عكر، فنقول يعني شنو سجيهان يعني تحولت من فنانة إلى خياطة، يعني هيك ناس يحاولون يقللون من شأن أو من قيمة العمل الفني اللي أنت تقوم به، يعني هذول الحمد لله قليلين. أنا صراحة سابقاً كنت ماشية على نهج مختلف، فسدا أحاول أغير به. تعرف التغيير مطلوب يعني دائماً حتى لا يكون يصير ملل بالموضوع. كنت كل سنة أسوي كولكشنات 2 صيف وشتاء. الكولكشن الشتوي يكون يعتمد على خامة شتائية، وتكون الكابات أكثر من هي العبايات اللي هي تكون قطعة توصل تقريباً للسيدة تلبسها مع الركبة، يعني خلينا نقول ممكن تلبسها فوق الفستان، فوق البنطلون، فوق أي شيء تلبسها، يعني تكون خامتها ثخينة، لأن بشتة العباءات يكون استخدامها أقل. وبالصيف أنزل كولكشن عبايات، فكنت سابقاً أعتمد على عارضات يلبسون الكولكشن ونسوي جلسة تصوير عليها، وبعدها تبدي تنزل على صفحتنا بالفيسبوك وعلى حساب الانستغرام ويبدي الطلب عليها. حاليا لا، بديت انا اخلي قطعه قطعه اصممها واخذ لها صوره، مرات انا البسها، مرات البس اذا عندي احد من الموديل موجوده يمي، قطعه قطعه ما انتظر اسوي كولكشن كامل. البنات اللي دي يشتغلون هسه وياي الخياطات وصاحبه الاقمشه والبيج اللي اخذ من عند المواد الاوليه والاصباغ، وحتى مكاتب الترويج، حتى المطبعه اللي تطبع لي الاكياس وتطبع لي البزنس كارد، هذول كلهم يعني باب رزق ينفتح لهم من خلال هذا العمل. اتمنى يكون عندي مشغل واجمع اكثر عدد من البنات اللي هم لهم شغف بهذا المجال. جيهان رسالة جميلة لكل امرأة قوية، هي قادرة على تخطي جميع الأحزان وقادرة على تحقيق أهدافها وطموحها. موهبتها جميلة جدا، الفن التشكيلي دائما معبر، يعبر عن روح الإنسان وينطي الطاقة الإيجابية إليك. هذه القصة مميزة حقيقة، الأشياء البسيطة دائما ما تسعدنا. خلينا نشاهد تفاصيل القصة. بالبداية كنت أستخدم فقط ألوان الأكريليك، يعني قبل 5 سنوات، خلينا نقول أكثر من 5 سنوات، أستخدم فقط ألوان الأكريليك اللي هي ألوان خاصة بالأقمشة. لكن بعدها من نزلت للسوق وعرفت أنه أكو أنواع كثيرة وعديدة من الألوان، حاولت أجمع وأجرب أكثر الأنواع من أدها، فالأغلبية الموجودة مستوردة، يعني نستوردها خاص يعني إلنا لحسابنا من تركيا، من غير الدول أيضا، حتى نطلع بشيء مميز ومختلف عن اللي موجود بالسوق. عدة مشاريع تتطلب إنه تدخل حكومة محلية، وأكو مشاريع تتطلب نهضة مجتمع، وأكو مشروع تتطلب مساعدة من منظمات دولية، ما نقول محلية لأن المحلية إمكانيتها محدودة. فهواي مشاريع حتى ننهض بهذا المجال الفني والثقافي، وبالأخص
يعني أنا الشيء الخط اللي أتميز به أحاول أركز على الموروث الشعبي، أحاول أحيي التراث اللي موجود، ما نقول لخص صلاح الدين بالعراق كله، نأخذ من الشلاشي، نأخذ من الأهوار. أكو عندي تصميم قبل فترة اشتغلت على ملوية السامرة، الحدباء، قبل أسبوع تقريباً صبية عراقية ساكنة بأمريكا بولاية أريزونا مرشحة لمسابقة ملكة جمال، طلبت من عندي تصميم خاص لها، فأرسلت إن شاء الله هسه بالطريقة لها. قالت أني أحب كل بنية من راح تجي العرض، العفو، المسابقة لازم تلبس شيء من موروث وتاريخها، فاختارت هي أيقونات رسمت اللي هي أنا عليها، منها الزقورة، منها الثور المجنح، وزعت لها بطريقة فنية حلوة وعجبتها، وإن شاء الله انتظر تصويرها. هي من الصور يلا أنا أقدر أعرضها. عندي واحد من طلابي اللي تخرجوا ورا بعد التخرج نهج نفس النهج، بدأ يصمم منطقته، وأقرباء عنده أقرباء هماتين والدته خياطة، فبدأوا يساعدوه بهذا العمل. يرسل لي بين فترة وفترة سجان شنو رأيك، فأني أعطيه بعض الملاحظات، وإن شاء الله هو مبدع يعني يأخذ له خط جديد. لكن البنات أقمت لهم أني ورشتين قبل تقريبا سنة، ورشتين، واحدة مجانية والثانية كانت مقابل مبلغ المواد اللي هم راح يستخدموها بس. والحمد لله استفادوا من أدها قسم من البنات. قبل تقريبا فترة سوينا معرض تشكيلي، كنت مشتركة بأني وغسق منذر اللي هي أيضا حاليا طالبة هي كلية التربية الفنية، أيضا موهوبة فنانة تشكيلية رائعة. هي لوحات وأنا بعض لوحاتي، ونفس المعرض عرضت قسم من العمل اللي أقوم به رسم على العبايات. والحمد لله يعني بالمعرض خلال يعني قبل أن ينتهي المعرض العبايات كلها مشت الحمد لله. مرات يطلبون ياخذون مثل صور من مصممات ورا ما يسالوهم، لو تاخذ فتره طويله يلا تنجزها، او تطلب من عندهم يعني سعر مبالغ به، فيدزوا لي الصوره مالتها سجهان يعني تقدرين تسوي نهايه. اقول لهم يعني ما ممكن انه اخذ انسخ يعني شيء تعبانه مصممه سويته واني انسخها الي، يعني اخلاقيا ما مقبوله. فأبدي أحكي وياها أشوف يعني هي شنو اللي تريده، وأصمم لها حسب اللي هي تريد، نفس الأيقونات بس بطريقة مختلفة، نفس التفاصيل اللي تريدها لكن بطريقة مختلفة، حتى لا تكون نسخ من تعب وجهود مصممة أخرى. والله رسالتي أنه يستغلون وقتهم، هذا الشباب وهاي الفترة اللي بعدين راح يتندمون عليها، لا يضيعون وقتهم بأشياء تافهة وما تفيدهم، يعني المفروض يستغلون كل ساعة وكل دقيقة بتطوير نفسهم وبالفائدة، فائدة مادية وفائدة معنوية، لأن دائما المجتمع مو مستقر، دائما ظروفنا احنا متغيرة، لازم اكو كل واحد عنده مهنة حرفة ممكن يستفاد من أدها. كل التوفيق لك يا جيهان بمشوارك، حقيقة اليوم انت قادرة على تحقيق النجاح. الإصرار على النجاح هو نجاح بحد ذاته. أنت اليوم تقدر تنجح وتتكئ على عكاز النجاح وتتجه بطريقك.